المعتقد أننا سندمر بعنف كثيراً علشان نبني معتقد باطل. تحبي تمنتجي فيلم؟ الفيلم ده ما ظهرش غير لما أنا ومصطفى سيبنا بقى. أنا حسبت لها أن أنا أحسن واحد هي عرفته. أنا بحبك. مشاعرك ناحية البني آدم ده تشيلي رقمه دلوقتي حالاً. أنت مش عايز نرجع لمصطفى؟ أنا مش عايز مصطفى هو اللي يرجع لك، عشان هو مش عشانك أنت. طب بركت الشريف ولا إيه؟ بركت له على إيه؟ خطب؟ لا مضى فين؟ مفيش حد بيوصل لرتبة لواء إلا إذا ظلم وقتل وافترى. اللوكيشن ده فيه اللي مكفيه ومش ناقص مجانين، اتفضل بر. الخراب ليس سبيل أبداً للعمران. مش هي دي الطريقة اللي ممكن بجد تنفع بيها البشرية، ويقيناً التطرف ده كله ما هواش سبيل التعارف. أول مرة تنسي جوازنا. وأنت أول مرة تفتكره. عايز الربيع. مش عايز أخسر أخويا يا أخي. تعالى من الآخر كده، مزنوق فلوس ولا عايزني في مصيبة من مصايبك؟ ده سونار بيبي. أنت حامل كل الوقت ده ومخبيه عليا؟ ده سألته. حرام عليك يا شيخ. آن أوان إن إحنا مش بس نوقن بتعظيم حرمة النفس البشرية، ده إحنا كمان نوقن بتعظيم إحيائها وإبقائها على قيد الحياة.